مستفيداتنا العزيزات، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المسوغة الثانية من مكون التهيئ للتعلم مدى الحياة من برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت، وهي مسوغة أعتز بدستور ومؤسسات وطني. إذا الهدف من هذه المسوغة هو تعريف المتعلم بالدستور وبعض المؤسسات الوطنية وأهمية المساهمة الفاعلة في بناء الوطن. قبل ما نبدأ أول درس في هذه المسوغة، نذكر بأهم المكتسبات والمستفادات اللي استفدتها من المسوغة الأولى. إذا نبدأ أولا مع فاطمة. تفضلي فاطمة، شنو استفدتوا من هذه المسوغة؟ نعم أستاذة، تعرفنا على الموقع الجغرافي للمغرب ومجاله الطبيعي. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. إذا تعرفنا على الموقع كيف ما قالت فاطمة، الجغرافي للمغرب وإطاره الطبيعي، وتعرفنا كذلك على أهمية الغطاء النباتي وكيفية المحافظة في الحفاظ على التوازن البيئي، وغادي نشوفوا بعض الصور اللي كتبين التنوع الطبيعي في المغرب وطبيعة بلادنا الرائعة والجميلة. إذا نشوفوا إضافة أخرى من عند بشرة هذه المرة. تفضلي بشرة. نعم أستاذة، تعرفنا على أهم الأحداث التاريخية الوطنية اللي ساهمت في بناء المغرب الحديث. جيد جيد، تبارك الله عليك. إذا تعرفنا على أهم الأحداث التاريخية الوطنية اللي ساهمت في بناء تاريخ بلادنا المغرب، هذه الأحداث اللي بقت مسطورة بخطوط من ذهب في تاريخ بلادنا. وغادي نشوفوا واحد من أهم الأحداث اللي هو الحدث ديال تقديم جلالة الملك المغفور له محمد الخامس وثيقة المطالبة بالاستقلال، ونشوفوا مستفادة أو فكرة أخرى من المستفادات اللي استفدتها من المسوغة السابقة. هذه المرة نشوفوا مع أمينة. تفضلي أمينة. نعم أستاذة، تعرفنا على المخطط المغرب الأخضر. جيد، إذا تعرفنا على مخطط المغرب الأخضر وكذلك مخطط المغرب الأزرق اللي كتعتبروا مجموعة كذلك من المشاريع التنموية ببلادنا اللي كتعتبر أوراش كبرى في التنمية المستدامة بلادنا. جيد، ونلاحظوا على الشاشة واحد الصورة اللي كترمز المخطط المغرب الأخضر. إذا نشوف فكرة أخرى مرة مع أسيا. تفضلي أسيا. نعم أستاذة، تعرفنا على أهم المآثر التاريخية وبعض الأعلام في بلادنا. جيد، تعرفنا على المآثر التاريخية اللي كتزخر بها بلادنا واللي كنفتخروا بها واللي كترسخ وكتبين بأن بلادنا راسخة جذورها في التاريخ وعندها واحد التاريخ عريق وأصيل. جيد، ونشوفوا معلمة من المعالم أو صورة كتضم مجموعة من المعالم التاريخية ببلادنا. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن بعد ما تذكرنا أهم التعلمات والمكتسبات اللي اكتسبناها في المسوغة السابقة، غنتعرفوا على موضوع الدرس الجديد ديالنا من خلال متابعة التقرير على الشاشة. الدستور المغربي هو وثيقة تتضمن مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة، وهو أسمى قانون في البلاد، وهو أيضا مجموعة من القواعد الأساسية اللي كتنظم حياة المغاربة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. المغرب دولة عريقة ذات تاريخ مجيد، وبمجرد حصوله على الاستقلال عرف مجموعة من الدساتير كان أولها سنة 1962، وهو الدستور اللي تم تعديله سنة 1972، وكان الثالث سنة 1992، والرابع سنة 1996، والخامس طبعا هو الدستور 2011، وهو الدستور المغربي الحالي. كيتضمن 180 فصل كتجمع كلها في حوالي 14 باب، ومن هذا الدستور تتنباثق جميع القوانين، وما يمكنش يصدر أي قانون كيخالف روح الدستور وفلسفته وبنوده. وفي حالة وقوع هذا الأمر يمكن للمحكمة الدستورية تدخل وتحكم ببطلانه وإعادة النظر فيه حتى لا يخالف مقتضيات الدستور. مطلوب من جميع المواطنات والمواطنين وجميع المؤسسات الوطنية احترام الدستور والالتزام بالقوانين المتضمنة فيه. وفي هذا السياق نص الدستور المغربي على جملة من الحقوق لفائدة المواطنات والمواطنين، بحال الحق في التعليم والحق في السكن والحق في الصحة والحق في التنقل والحق في التعبير وغيرها. لكن الحقوق تتقابلها واجبات، وأسماء هذه الواجبات حب الوطن والاعتزاز به والمشاركة الإيجابية في الانتخابات بكل أمانة ومسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح، والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية والانفتاح على الآخر والتعايش معه، وخدمة الوطن بما يحقق التنمية المنشودة، بالإضافة للدفاع عن الوطن
ووحدته الترابية. إذن بعد ما تبعنا جميع هذا التقرير، شكون اللي يقول لنا علاش تحدث أو علاش تكلم هذا التقرير؟ نشوفه مع فاتحة. نعم أستاذة، التقرير تتكلم على الدستور. جيد، إذن هذا التقرير تكلم لنا على الدستور، وموضوعنا الجديد هو أتعرف دستور بلادي. وتفضل تقرأ لنا آسيا، تفضلي. أتعرف دستور بلادي. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن من خلال التقرير اللي سمعنا جميع، غادي نطرح عليكم مجموعة من الأسئلة وغادي تجاوبوا عليها باش نشوف إلى أي حد كانت ملاحظتكم دقيقة وشنو هي المعلومات اللي بقات راسخة في الأذهان ديالكم من خلال متابعتنا جميع لهذا التقرير. إذا أول سؤال اللي غادي نبداو به هو عما يتحدث التقرير؟ نشوفوا دائما مع آسيا، تفضلي. نعم أستاذة، التقرير تكلم على دستور المملكة المغربية. جيد، إذا قلنا بأن التقرير تحدث على دستور المملكة المغربية. جيد، وغادي نلاحظوا السؤال على الشاشة عما يتحدث التقرير وكذلك الإجابة اللي أعطتنا آسيا. جيد، تفضلي قريهم. عما يتحدث التقرير. انتبهي آسيا ما نمدوش الميم. عما يتحدث تقريره. يتحدث تقريره عن دستور المملكة المغربية. حاولي تعاولي عن. عن دستور. لا ماشي، ما كاينش الشدة. عن دستور. عن دستور المملكة المغربية. جيد، إذا التقرير تحدث عن دستور المملكة المغربية كيف ما ورد وكيف ما قالت لنا آسيا. الآن سؤال آخر، إذا شنو هو تعريف الدستور من خلال هذا الشيء اللي سمعنا في التقرير؟ ما هو الدستور من خلال المعلومات اللي وردت معنا في التقرير اللي تابعناه جميع؟ إذا نشوفوا الجواب هذه المرة مع بشرة، تفضلي بشرة. نعم أستاذة، الدستور هو وثيقة مكتوبة وهو أسمى قانون في البلاد. جيد، تبارك الله عليك. إذن هذه معلومة من المعلومات اللي سمعناها جميعا. إذن الدستور هو وثيقة مكتوبة كيف ما قلت بشرة، تتضمن مجموعة من القواعد القانونية وهو أسمى قانون في بلادنا، هو اللي كتنبثق منه جميع القوانين الأخرى. تفضلي فاطمة، قرأي لنا تعريف الدستور على الشاشة، تفضلي. نعم أستاذة، تعريف الدستوري: الدستور المغربي وثيقة مكتوبة تتضمن مجموعة من القواعد القانونية وهو أسمى قانون في البلاد. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. الآن غادي نمروا سؤال ثالث، إذن شنو هي الأهمية ديال الدستور من خلال ما ورد في التقرير؟ ونشوفوا هذه المرة الإجابة مع كلثوم، تفضلي كلثوم. نعم أستاذ، الدستور تعرفنا بواجباتنا وحقوقنا وكينظم حياتنا. جيد، تبارك الله عليك. صحيح، فالدستور هو مجموعة من القواعد والمبادئ اللي كتنظم حياة المغاربة من جميع النواحي، سواء الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، كما أنه كيحدد العلاقة بالمؤسسات واختصاصها. إذن غنمر لسؤال آخر، هذه المرة مع أمينة، غادي نسألها كم عدد الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن؟ إذن هذه المعلومة وردت في التقرير، تفضلي أمينة. نعم أستاذة، عدد الدساتير اللي عرفها المغرب هي 5. جيد، تبارك الله عليك. فعلا أمينة، إذن المغرب منذ الاستقلال عرف 5 دساتير. إذن الدستور الأول كان سنة 1962، والدستور الثاني كان في سنة 1972، الدستور الثالث كان سنة 1992، والرابع في سنة 1996، والدستور الخامس هو دستور سنة 2011. والآن غادي نطلب من أمينة، تفضل تقرأ لنا عدد الدساتير التي عرفها المغرب على الشاشة، تفضلي أمينة. نعم أستاذة، عدد الدساتير التي عرفها المغرب 5. أول سنة 1962، الثاني سنة 1972، الثالث سنة 1992، الرابع سنة 1996، الخامس سنة 2011. جيد، تبارك الله عليك. الآن غادي نمر لسؤال آخر دائما باش نتذكروا المعلومات اللي شفناها. إذا غنسأل كلثوم، كلثوم سمعنا في التقرير بعدد أبواب وفصول الدستور، إذا بشحال من باب وبشحال من فصل كيتضمنوا دستور المملكة المغربية لسنة 2011؟ تفضلي كلثوم. نعم أستاذة،
سمعنا في التقرير أن في الدستور 180 فصلاً و14 باباً. و14 باباً، جيد، تبارك الله عليك، قلتم صحيح. فالدستور المغربي سنة 2011 يتضمن تصدير، هو مقدمة تتعرف بالدستور وأهدافه والمبادئ والأحكام العامة في الدستور. يتضمن كذلك 14 باب، والباب هو جزء من أجزاء نص الدستور، يشمل موضوع كبير اللي كيتفصل وكيتجزأ فصول. مثلا فسنقولوا الفصل، تنقولوا مثلا الباب الثاني باب حري الحقوق والحريات الأساسية، هذا الباب كيتفصل وكيتجزأ في عدة، هذا الباب كيتفصل في عدة فصول اللي العدد ديالها 180 فصل في الدستور المغربي. جاي تبارك الله عليكم، وغادي نطلب من كلثوم تفضل وتقرا لنا العبارة الظاهرة على الشاشة. عدد فصول وأبواب دستوري في 2011. زيدي واحد الفاء، دستوري 2011. عدد فصول وأبواب دستوري 2011 180 فصل و14 باب. جيد، 180 فصلا و14 بابا. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن بعد ما تابعنا التقرير وناقشنا المضامين ديالو، غادي نمروا الآن النشاط أقرأ وأفهم، اللي من خلاله غادي نقراو واحد النص قصير اللي كيعرفنا أكثر بالدستور، ونقراو كذلك الفصل 37 من الدستور اللي تمت الإشارة لبعض فقراته في التقرير. إذا نقراو أولا هذا النص القصير اللي كيعرفنا بالدستور، وغادي نطلب من آسيا تفضل تقرا. تفضلي. نعم أستاذة. الدستور وثيقة مكتوبة وهو أسمى قانون في البلاد، والسند الذي تنبثق عنه باقي القوانين، إنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. جيد، أحسنتي. ونشوفوا شكون اللي عاودنا القراءة، نشوفوا مع بشرى هذه المرة. تفضلي بشرى. نعم أستاذة. الدستور وثيقة مكتوبة وهو أسمى قانون في البلاد، والسند الذي تنبثق عنه باقي القوانين، إنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي نشوفوا واش كاينه شي عبارة أو كلمة ما مفهوماش كتحتاج أننا نشرحوها في هذا النص القصير. تتبان لي كلثوم عندها شي تدخل، تفضلي كلثوم. نعم أستاذة. شنا هي المعنى ديال تنبثق باقي القوانين؟ جيد، تنبثق. جيد، لونه كلمة بالأحمر باش تبان لنا أوضح. إذا ما معنى تنبثق؟ شكون اللي يقدر يشرح لنا هاد الكلمة يوضحها لكلثوم؟ إذا نشوفوا مع فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة. تنبثق كتعني من الدستور كتجي باقي القوانين. جيد، تبارك الله عليك. من الدستور كتفرع وكتجزأ باقي القوانين، كما قلنا هو الأصل وباقي القوانين تتفرع عنه، هذا هو المعنى فاطمة. أحسنتي. جيد، تنبثق بمعنى تتفرع. وباش تثبت المعنى في الذهن ديال كلثوم، قري الكلمة والشرح ديالها. تفضلي. تنبثق تتفرع. جيد، تتفرع. الآن غادي نسول أمينة، شنو فهمتي من هذا النص القصير أو من هذا التعريف ديال الدستور؟ أمينة. نعم أستاذة، فهمت أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، في جميع القواعد اللي كتنظم حياة المغاربة، ومنه كتفرع جميع القوانين. جيد، إذا هذا هو المعنى اللي عندنا في هذا النص القصير. إذا كيف ما قلنا، الدستور هو واحد وثيقة مكتوبة وأسمى وأعلى قانون في البلاد، صوتوا عليه المغاربة باش ينظم حياتهم على جميع الأصعدة، كيف ما قلنا، من على صعيد سواء الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي إلى غير ذلك. تيحدد مجموعة من القوانين والحقوق والحريات، وكينظم كذلك العلاقة ما بين المؤسسات وكيحدد اختصاصها. إذا هذا هو التعريف ديال الدستور. جاي تبارك الله عليكم. الآن غادي نمروا لقراءة الفصل 37 من الدستور المغربي باش نفهموا هو كذلك. إذا غادي نقرأ ونطلب من بعد منكم يقرأوا من بعدي. إذن على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات
والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ده الفصل 37 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011. غادي نطلب من فاتحة تفضل تعاود القراءة. تفضلي. نعم أستاذة. على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة. انتبهي معايا فتحة. المسؤولية فيها المد بروح المسؤولية. بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليك. نعود القراءة مرة أخرى باش تفهموا المعنى الوارد في هذا الفصل. نشوفوا هذه المرة القراءة مع فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة. على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون والتقيد بالقانون ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي نشوفوا واش كاين شي كلمات أو عبارات اللي كيحتاجوا أننا نشرحوهم، شي حاجة اللي ما فهمتوهاش في هذا الفصل. كتبان لي أمينة عندها شي تدخل. تفضلي. نعم أستاذة. شنو كنقصدوا بالمواطنة الملتزمة؟ جيد، المواطنة الملتزمة. إذا هذه العبارة هي اللي ما فهمتش أمينة. إذا أمينة، المواطنة الملتزمة هي أننا نحترموا القوانين ونؤديوا واجباتنا ونمارسوا حقوقنا بشكل متوازن. إذا المواطنة الملتزمة هي أخذ وعطاء. كيفما أننا كنتمتعوا بحقوقنا وحرياتنا، خصنا كذلك نبادر لأداء واجباتنا ويكون هناك توازن بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. إذن هذا هو المعنى ديال المواطنة الملتزمة، غادي يظهر معنا على الشاشة. إذن المواطنة الملتزمة ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بشكل متوازن. تفضلي فتحة قري العبارة والشرح ديالها. نعم أستاذة. المواطنة الملتزمة ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بشكل متوازن. جيد، ونشوفوا كلثوم تعاود القراءات. فضلك كلثوم. المواطنة الملتزمة ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بشكل متوازن. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي نسأل أسيا، غادي تقرا لنا أسيا واحد السؤال وتحاول تجاوب عليه. تفضلي أسيا. نعم أستاذة. عما يتحدث الفصل 37 من الدستور. جيد، إذا قرينا الفصل 37، شرحنا العبارة اللي ما فهمش فيه. الآن أسيا، شنو فهمتي من هذا الفصل؟ تفضلي. نعم أستاذة، فهمت من هذا الفصل أن المواطنين والمواطنات خصهم يحترموا الدستور ويوازنوا بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. جيد، تبارك الله عليك. نشوفوا الآن مع بشرى، كتبان لي عندها شي إضافة. تفضلي. نعم أستاذة، من الواجب علينا نحترموا الدستور والتزموا بالقوانين ونمارسوا حقوقنا وحريتنا بروح المسؤولية. إذا صحيح، تبارك الله عليكم. إذا هذا هو بالفعل المضمون ديال هذا الفصل، خصنا نأديو واجباتنا كيف ما كنتمتعوا ونستافدوا من حقوقنا. إذا الآن نتحدثوا على بعض الحقوق والواجبات الواردة في الدستور، ونبداو أولا بالواجبات. إذا كلثوم، شنو هي بعض الواجبات الواردة في الدستور من خلال التقرير ومن خلال المكتسبات والمعارف ديالك؟ تفضلي. نعم أستاذة، الواجبات هو كل مواطنين أو المواطنات يدافعوا على بلادهم. إذن من الواجبات اللي وجب أننا نلتزموا بها جميع كمواطن، كيف ما قلت كلثوم، واجب الدفاع عن الوطن. صحيح، إذن واجب الدفاع عن الوطن والوحدة ديالو الترابية نص عليها الفصل 16 من الدستور، هو التزام أخلاقي وسياسي تربط جميع المواطنين بوطنهم، وهذه صورة اللي كتعبر على الوحدة الترابية للمملكة المغربية. والآن غادي نشوفوا شكون اللي عنده إضافة أخرى بخصوص الواجبات اللي لازم علينا جميع نلتزموا بها كمواطنين. نشوفوا هذه المرة مع فاطمة. تفضلي.
نعم أستاذة، من واجبنا كذلك المشاركة في الانتخابات بكل أمانة ومسؤولية. جيد، تبارك الله عليكم. إذن صحيح، المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بوعي ومسؤولية هي كذلك واجب علينا جميع كمواطنين، وخصنا نحطوا مصلحة بلادنا فوق كل المصالح الشخصية. تبارك الله عليكم، وهذه كذلك صورة لك تعبر على التصويت في الانتخابات. الآن بعد ما تحدثنا على بعض واجباتنا الواردة في الدستور، ننتقل الآن للحديث عن بعض الحقوق والحريات التي يكفلها لنا الدستور جميعا باش نتمتعوا بها جميعا كمواطنين. إذا نشوفوا مع أسيا. أسيا تفضلي، ذكرينا ببعض الحقوق أو الحريات. نعم أستاذة، الحق في التعليم، الحق في السكن، والحق في الشغل. جيد، تبارك الله عليكم. إذن هذه بعض الحقوق الواردة في الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011. جيد، ونشوف شكون اللي عنده شي إضافة أخرى. كتبان لي فتيحة عندها إضافة، تفضلي. نعم أستاذة، وحقي في الصحة. نعم، وحقي في حرية التنقل، وحقي في حرية التعبير، وفي التصويت، وفي ترشيح الانتخابات. جيد، عبرتي على بعض الحقوق اللي انت كتمتعي بها كمواطنة. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الحق في ترشح الانتخابات كيف ما تفضلت فتيحة، نص عليه الفصل 30 من الدستور المغربي. جيد، تبارك الله عليكم، اللي غادي نطلب من أمينة أنها تقرأ. إذا نقرأ هذا الفصل 30 من الدستور المغربي، تفضلي أمينة. نعم أستاذة، لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية. جيد، إذن الفصل 30 من الدستور يوضح بأن الجميع المواطنين حق الترشح والتصويت في الانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية. جيد، اللي كتحدد في 18 سنة. الآن غادي نشوفوا أسياء، تفضل تعاود القراءة. نعم أستاذة، لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني. قانونية، سن الرشد القانونية. جيد، تبارك الله عليك أسيا. إذن أحسنتم. والآن شنو كنقصدوا بالحق في الصحة؟ إذن ذكرت فتيحة بالحقوق اللي خصنا نتمتع بها كمواطنين، الحق في الصحة شنو كنقصدوا به بشرى؟ نعم أستاذة، الحق في الصحة هو توفير خدمات طبية لجميع المواطنين. جيد، تبارك الله عليك. بالإضافة للحق في الصحة، واللي هو أول حقوق اللي خاص كل مواطنين يتمتعوا بها، واللي كيضمن أن الإنسان يعيش في أمان بلا ما تكون حياته معرضة للخطر، كيف ما جاء في الفصل 20 من الدستور اللي غادي نعرضه على الشاشة، وغادي نطلب من كلثوم تفضل وتقرأ. تفضل كلثوم. نعم أستاذة، الحق في الحياة وهو أول حق لكل إنسان، أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. هذا الحق. جيد، الآن غادي نشوفوا مع فاطمة تعاودنا قراءة هذا الفصل. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، الحق في الحياة وهو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. جيد، تبارك الله عليكم. الآن غادي نسألكم شنو المقصود بالحق في التنقل وفي حرية التعبير؟ الحق في نسمعوا حق التنقل وحق حرية التعبير، شنو كتفهموا من هاد الحق ومن هاد الحرية؟ وغادي نسأل الآن فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، الحق التنقل يعني أن المواطن عنده الحق يتنتقل بحرية، والحرية في التعبير أن الإنسان يعبر على آرائه. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. إذن الحق في حرية الفكر والتعبير هي مكفولة لكل مواطن، كما أن حق التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه كذلك ثم العودة إليه مضمونة لجميع المواطنين، ولكن وفق القانون. الآن غادي تفضلوا تاخذوا الألواح ديالكم، غنديروا واحد النشاط كتابي، خذوا الألواح وغادي كل واحد فيكم غادي يكتب على اللوحة حق من حقوقه اللي كيضمنها له الدستور، أو حرية من الحريات الأساسية اللي كيكفلها لنا الدستور جميعا كمواطنين، واللي ناقشنا في هذه الحلقة ديال اليوم. تفضلوا. إذن حق من الحقوق أو حرية من الحريات الأساسية الواردة في الدستور المغربي.
نتمنى كذلك ان المشاهدات والمشاهدين اللي كيستافدوا معنا من الحلقه التعليميه يعبروا كذلك كتابه على حق من الحقوق او حريه من الحريات الاساسيه اللي كيكفلها الدستور المغربي لنا جميع كمواطنين. اذا نتمرنوا ونتدربوا على مهاره الكتابه. الى ساليتم ممكن ترفعوا الالواح. اذا بالنسبه لاسيا عبرت بحريه التنقل. بالنسبه لفاتحه شوف اللوحه ديالك فاتحه، حقي في الترشح للانتخابات خصك واحد اللام، درتي الانتخابات خصك ديري للانتخابات اللام، حقي في التعليم. اذا هنا كلتم بالنسبه لكلمه التعليم سبقها الفاء، خصها تكون في التعليم، والفاء راه كي دايره لها جوج نقاط، دايره القاف صحي. حريتي في التعبير، حقي في الترشح للانتخابات، حقي في الصحة. جيد تبارك الله عليكم. إذن عبرتوا كتابة على بعض الحقوق والحريات الأساسية اللي كيكفلها الدستور لنا جميعا كمواطنين، وهي اللي غادي تظهر الآن على الخطاطة أمامنا على الشاشة. إذن غنقرا الخطاطة وغنطلب من بعد منكم يعاودوا القراءة. إذن من حقوقي وحرياتي الأساسية، حقي في التعليم، حريتي في التنقل، حقي في الترشح للانتخابات، حريتي في التعبير، حقي في الصحة. ده الآن غادي نطلب من آسيا تفضل تقرأ لنا الخطاطة. تفضلي آسيا. نعم أستاذة. من حقوقي وحرياتي الأساسية، حقي في التعليم، حريتي في التنقل، حقي في الترشح للانتخابات، حريتي في التعبير، حقي في الصحة. جيد تبارك الله عليك. إذا الآن بعد ما عبرنا كتابة على بعض الحقوق والحريات الأساسية، بغيتكم كذلك تعبروا لي على واجب من واجباتنا جميعا كمواطنين، الواجبات اللي خصنا نلتزموا بها تجاه وطننا أو تجاه غيرنا، واللي نص عليها الدستور واللي ناقشناها في حلقتنا لهذا اليوم. تفضلوا على الألواح دائما غتكتبوا حق من الحقوق الواجبة علينا جميعا كمواطنين. إذن هذه الحقوق منها اللي ورد معنا في التقرير في بداية الحلقة، ومنها اللي ناقشناه خلال هذه الحلقة، ومنها اللي كتعرفوها من خلال مكتسباتكم وخبرتكم وتجربتكم في الحياة. نتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيستافدوا معنا من الحلقات التعليمية يطوروا مهاراتهم الكتابية، يعبروا كتابة على واجب من الواجبات لكي ينص عليها الدستور المغربي سنة 2011، واللي خصنا جميعا نلتزموا بها كمواطنين. إذا لا سليسو ممكن ترفعوا الألواح. إذا نشوف الألواح ديالكم. إذا المشاركة في الانتخابات بكل أمانة. جيد تبارك الله عليك آسيا، هذا واجب علينا جميع كمواطنين. إذا واجبي الدفاع عن الوطن. جيد. إذا فاتحة عبرت على واجب الدفاع عن الوطن كيف ما شفنا في الحلقة، احترام القوانين. بالنسبة لكلثوم مزيان غير هو خصك النون ديريها بالكسرة، احترام القوانين. جيد، هذا واجب علينا جميع كمواطنين. ثم بالنسبة لبشرى الدفاع عن الوطن. جيد. بالنسبة لأمينة احترام القوانين. بالنسبة لفاطمة وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. جيد تبارك الله عليك. إذا كيف ما ناقشنا في الحلقة بأن مصلحة الوطن خصنا نضعها فوق جميع المصالح الشخصية. جيد تبارك الله عليكم. إذا من خلال هاد الكتابات اللي كتبتوا غادي نستخلصوا واحد الخلاصة حول الواجبات اللي غادي نقراها، وتفضل بعض منكم يقرا من بعدي. اذا من واجباتي احترام القوانين، المشاركة في الانتخابات بكل أمانة، وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، الدفاع عن الوطن. تبارك الله عليك. وغادي نشوفوا فاتحة تفضل تقرا لنا هذه الخلاصة القصيرة. تفضلي فاتحة. نعم أستاذة. من واجباتي احترام القوانين، المشاركة في الانتخابات بكل أمانة، وضع المصلحة الوطني. عودي هذه العبارة. وضع المصلحة، وضع مصلحتي الوطني فوق
المصالحي الشخصية. المصالحي ما تمديش اللام. المصالحي الشخصية. المصالحي الشخصية. الدفاع عن الوطن. جيد، تبارك الله عليك. نطلبوا قراءة أخرى من فاطمة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، من واجباتي احترام القوانين، المشاركة في الانتخابات بكل أمانات. بكل أمانات. أمانة. بكل أمانة. وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. الدفاع عن الوطن. عودي العبارة الأخيرة. عودي ذيك الكلمة. الدفاع. الدفاع أن المد. الدفاع عن الوطن. الدفاع عن الوطن. جيد، تبارك الله عليكم. إذا الآن غادي نسألكم شنو هي أهم المستفادات أو الأفكار اللي استفدتها من حلقة هذا اليوم. ناقشنا مجموعة من الحقوق ومن الحريات الأساسية ومن الواجبات، تعرفنا على مجموعة من الفصول اللي كيتضمنها الدستور وناقشنا المضمون ديالها. الآن غادي نسألكم شنو استفدتوا وشنو هي الأفكار اللي بقات راسخة في الذهن ديالكم من خلال حلقتنا لهذا اليوم. نبدأ مع فتيحة. تفضلي فتيحة. نعم أستاذة، تعرفت على الدستور المغربي والأهمية ديالو في تنظيم حياتنا كمغاربة. جيد، تبارك الله عليك. هذه واحدة من أهم المستفادات اللي خرجنا بها اليوم من هذه الحلقة. ونشوف إضافة مع فاطمة هذه المرة. تفضلي فاطمة. نعم أستاذة، تعرفت على الواجبات والحقوق التي ينص عليها الدستور. جيد، تبارك الله عليك. إذا بالنسبة بالإضافة لهذه الأفكار اللي جدت بها، تعرفنا كذلك على أن الدستور هو اللي كيحدد الاختصاصات ما بين السلطات والعلاقة بينها، وكيضمن كذلك المساواة ما بين المواطنين في الحقوق والحريات وكذلك في الواجبات. إذا أحسنتم، وهاد الأفكار اللي عبرتوا عليها واللي شفناها في حلقة اليوم غادي نلخصوها في واحد الخلاصات اللي غادي تظهر على الشاشة. إذا الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد. إذن هذه شفناها في تعريف الدستور. الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد، ما كاين حتى شي قانون اللي كيعلى على الدستور، وباقي القوانين كلها كتفرع وكتندرج من الدستور. إذن الفكرة الثانية، ينظم دائما الدستور ينظم حياة المغاربة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كيف ما شفنا بأن الدستور هو واحد الوثيقة لصوتوا عليها جميع المغاربة باش تنظم حياتهم على جميع الأصعدة. إذا يقر مجموعة من الحقوق الأساسية والحريات والواجبات كما شفنا وناقشنا في هذه الحلقة. ثم دائما الدستور يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. إذا الدستور كيضمن المساواة بين جميعا كمواطنين في الحقوق والواجبات، وهادشي إن شاء الله مازال غادي نتعرفوا عليه فصول أخرى من الدستور في الحلقات المقبلة من هذا الموضوع بإذن الله. إذا غادي نطلب من وحدة فيكم تفضل تقرأ لنا الخلاصة. تفضلي بشرى. نعم أستاذة، الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد، ينظم حياة المغاربة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يقر مجموعة من الحقوق الأساسية والحريات والواجبات، يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. جيد، تبارك الله عليكم مستفيدتنا العزيزات. إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم أقرأ وأتعلم، برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت. كنتمنى مشاهدينا الكرام تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحلقة. إذن قبل ما نودعكم كنطلب منكم أنكم تبحثوا وتجمعوا أفكار حول قيم الدستور المغربي ومبادئ الدستور المغربي. دائما في إطار نشاط البحث تبحثوا على بعض القيم ديال الدستور وبعض المبادئ ديال الدستور المغربي اللي غادي نناقشوا ان شاء الله في الحلقه المقبله. اذا كنذكركم انكم ممكن تعودوا تشاهدوا الحلقه على قناه السادسه او على احد الرابطين الالكترونيين اللي ظهروا امامنا على الشاشه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.